لا تعملي لي حالك شريفه. ولك ما حد انت وياه. انت اللي بدك. والله ما رح تكوني غير رايقه. رح تكوني مبسوطه. استشفي علينا. لك ما حد انت وياه. دخيلك يا زعيم، هدول عم يتهجموا علي. دفع ما السيري غلط زعيم. الله وكيلك عليك. كان مش فارق يمكن له كاسه مي زعيم. يا قليل الناموس، قدامي على المضافه. يلا. سكري بالك يا حلمي. لك وحرام عليكم. مو حرام عليكم. ما عندكم عرض تخافوا عليه؟ شو هالدربايه يا ابو رشيد؟ حرمة وحدانية بيهجموا عليها. بس يا زعيم المرمى على منيحة. خلاص ضب لسانك لحلقك، حاجة تفتري على أعراض ناس. وهيك يا أبو رشيد؟ بس أنا مربي لابني يا زعيم. مربي؟ لك أنا كمشتهم كمش اليد؟ شفته شبهه، شوف عيني واقفين عند حرمة. يلا نلعب يا زعيم. خلي ما سمعت شو عم يقلكن؟ يلا نلعب. أمرك يا حسبنا الله ونعم الوكيل. روّي زعيم روّي، طول بالك، شباب طايشة. يعني شو بدنا نعمل؟ لطشوا مرة، شو بدنا نساوي؟ بعدين لا تأخذني بهالكلمة، والله مرة حلوة. بس يا أبو رشيد عيب، وين الترباية والأخلاق؟ هلا قمنا من سيرة الأولاد، الشباب لساتهم عم يطلعوا على الجبل. إيه، الحمد لله عم يشتغلوا وما عم بيقصروا. وابنك فهد لساته عم يروح لعنده؟ ايه فهد عم يتابع الشباب والسوار على طول. ما شاء الله، الله يحمي لك يا امين. اي زعيم، معناته ما صفي الا نأمن البواريد ونطلعهم لعند الشباب، ومثل ما اتفقنا يوم عرس ابنك فهد. ماشي. يا ميت اهلين برسميه، لك احلى بصاره بالشام كلياتها. اهلين فيك يا بهيه خانم، طمنيني شلونك؟ انا منيحه، انت شلوني؟ انا مشتاقت لك كثير كثير. دخيل قلبك وروحي. بدك تبصري لي؟ بعيوني بس شوفي بهيه خانم، ها مو كل شيء بقول لك اياه تصدقيه، لانه العلم عند رب العالمين. ها ما شاء الله حولك وحواليك، كل شيء قلتي لي اياه هذيك المره زبط معي. الحمد لله. يلا بصري لي. يعني كيف بدي ابصر لك وما في فنجانين قهوه؟ ما تقومي تعملي لنا فنجانين قهوه؟ والله معك حق، شوفتك نسيتني كل شيء، تكي راجعت لي. يلا يلا. طبه، شو بدي طب؟ فنجانك. ايه على عيني وراسي. تعرفي؟ انا زعلانه منك كثير كثير. خير، لا يجيب الزعل، ما غبت عنك غير يومين ثلاثة. والله لك فقدة كثير. والله وانت يا ام رشيد، انا بحبك كثير كثير. وانا بحبك، لك بدي افهم انت شو عاملة لنسوان الحارحتا كلهم بيحبوكي. كتر خير الله، يعني انا محبوبة هيك من الله من الله. ما قلتي لي انه عايزتيني هيك بشغلة ضرورية؟ اي، بدي اياك تشوفي لي عن جوزي. شو بو جوزي؟ ما بعرف، حسته انه كانه بده يتجوز علي. ام رشيد، انت ايش بعرفك بهذا الحكي؟ ما بيعلم بالغيب الا الله، يعني كيف عرفت انه عشقان عليك؟ لانه بصراحه بيقعد وبيسرح وبيضل هيك بعالم ثاني، وانا بقعد قدامه لك ما بيحاكيني كلمه، لك مشاء الله شوفي لي. هلا بشوف لك. بس يا ام رشيد، انا قديه صار لي بعرفك؟ زمان. يعني ما بعرف قديش عندك ولا؟ عندي بنت وصبي. البنت مجوزة والصبي هلأ بدي جوزه. حواليك يا عروس. أم رشيد، أنا بصارة مالي خطابة، هاتي فنجانك لقللك. يلا يلا تفضلي. أم رشيد، ما قلتي لي ايش بيشتغل جوزي؟ جوزي من العضوات. والله يا أم رشيد، جوزك وضعه مو سهل. خير إن شاء الله. بده يتجوز علي؟ لا، أني شايفة هون رجال. يعني بده يتجوز رجال؟ يفضحك يا عم رشيد، يفضحك. عم تقولي العاب عاب؟ ايش هالحكي؟ طولي بالك. خليني اشوف الفنجان. إيه والله رعبتيني. عم ترعبي بلد. في مشكلة كبيرة كبيرة كثير كثير. شو هي؟ أكيد بده يتجوز علي.
شارب بدك تتجوز علي؟ أوه علينا لك انت وين وانا وين؟ كبري حالك يا حرمه، الله يثبت علينا العال والدين. لك عم فكر كيف الزعيم عم يخطط كيف بده يبعت البواريد والفشك عالجبال، هذا اللي عم فكر فيه. هو ايه ولا رمان هوا؟ ايه والله لانتقم منه شر انتقام على العمله اللي عملها فيني بزمانه وعلى العمله الجديده اللي ابي عملها بابني رشيد. انا بقول شيء. لك انت شو عم تحكي؟ متل ما سمعتي والله لاخرب بيته، واذا بيطلع بيدي اقتله بدي اقتله. ابن عمي اعمل لك شاي؟ لا اعملي اغمي. قومي يلا. انا عم فكر اتجوز عليها. الله عقل ناقص قطع عقلي. ودي مين؟ انا رسميه. يلا كيفك يا رشيد؟ يا بيت اهلا وسهلا، اجيتي والله جابك. جابتي فنجان كيف؟ لا هلا بعمل فنجان قهوه، بس ودي بدنا نحكي على الساكت لانه جوزي عم تطفي. اي لا بيقدم ولا بيأخي. يلا تفضلي. يلا علي لها عمل التجارة. أنت واثق من كلامك أبو رشدي؟ واثق سيدي 100%، ويعني مثل كأني شايفك بعيني هدول التنتين. إذا في عرس فهد، في يوم العرس سيتم تسليم السلاح. إيه سيدي إيه، الله وكيلك ما عم زل عليك بحال الشباب لح ياخذوا السلاح على الجبل، وأنا هون لح خلصكم من هذا فهد الندل ابن الزعيم. أنت رجل كويس أبو رشدي، سأجعل الحكومة تمنحك مكافأة لأنك تخدمنا. مكافأتي يا سيدي إنه أشفي غليلي من الزعيم اللي حرق لي قلبي بزمانه، وهلأ كمان هان ابني قدام الناس كلياتها، والله واللي اسمه الله، لانتقم منه شر انتقام. كويس دير بالك يا زعيم، اليوم بدهم يهجموا على عرس ابنك فهد، وابو رشيد هو العواينه اللي خبر انه انت بدك تسلم السلاح للثوار الفرنساويه وبدهم يقتلوا ابنك. دير بالك يا زعيم. انت شو عم تحكي يا هرمي؟ صدقني يا زعيم مثل ما عم بقول لك، صدقني والله العظيم هيك سمعتهم عم بيحكوا. وانت شو عرفك؟ شو بيأكد لي انه كلامك مزبوط وما عم تفتري على ابو رشيد؟ يا زعيم انا رحت لعند مرته لحتى بصر لها بالفنجان، وكنا قاعدين بارض الديار، وكان هو والضابط الفرنساوي قاعدين عم يتوتوتوا ويحكوا، وانا تسمعت عليهم وهن ما عرفوا انه انا تسمعت عليهم. ويا زعيم جيت لحتى خبرك، لانه انا يعني ما فيني انه هيك فهد يتأذى ويعني يقتلوا لك يا، وما بنسى وقفتك معي يا زعيم، ما بنسى وقفتك، فحبيت رد لك الجميله يا زعيم. قصيده يا بنت الضيعة، قصيده. وانا حسابي كبير مع العوين الكلب. لك يا ابو رشيد الواطله، هي اخرتها. طلعت عوايني على اهل بلدك، جاي تقتل ابني فهد بليلة عرسه. أخس بس وينك؟ الله كبير، انت وقعت بايدي، ومعلمينك الفرنساوي راح يوقعوا بايدين اهل الحارة الشرفة. راح ياخذوا حقي وحق ابني من الفرنساوي، واهل الشام راح ياخذوا حق البلد.
شو يا اخواتي؟ شو يا اخواتي؟ قلوبي بدي جابه للبني ادم يلي قاعد قدامي. ها؟ ما بتتخيلي يا زهرة قديش فرحانة لك بالخطبة. بس أنا مالي فرحانة. يو ليش بقى؟ ما بعرف يا دري، خايفة وقلبي ناقصني. لك من شو خايفة يا جدبة؟ إذا المعلم أحمد حليوة وعنده مالكانات ما بتاكل النيران، إي والله لتعيشي بعز لولد ولدك. القصة مو قصة عز ومصاري. لكن شو؟ ما بعرف يا درية، بس فكر إنه أنا وهالزلمة رح نعيش تحت سقف واحد، بينقذني قلبي وبحس نار عم تغلي بصدري. طيب يا بنت الحلال، سمعاني عنه شي مانو منيح؟ لا أبدا. حدا حذرك منه؟ أعوذ بالله. طيب شايفة منامه قلقانة؟ لا لا مو هيك القصة. إيه وقريضة لكن شو في؟ والله ما بعرف يا درية. تعرفي؟ أنت مالك غير أبو العريف. مين هاد أبو العريف؟ تعي أحكي لك قصة أبو عزو البوايكي لما راح لعند أبو العريف. الله! يا شيخي أنا داخلي على الله وعليك. شو يا اخواتي؟ يا اخواتي شو بده يصير؟ قولوا لي شوف، قولوا لي بدي جاوب على المخلوق. الله يا اختي بيحطك هاد رح تحطي أربعة من أحفاد بنتي. الله يسمع منك يا شيخي. واحتمال احتمال يكونوا ثلاث بنات وصبي أو ثلاث صبيان وبنت. الله كتر خيرك يا شيخي. الله مستحيل مستحيل خليكي تروحي لعنده، لك هذا واحد دجال. بس درية حكت لي عنه قصص صارت بالحواري وكلها طلعت صحيحة. مو صحيح. لكن بلا أمين بلا والله صحيح، أنا سألت عنه وطلعت صحيحة. طيب أنت ليش بدك تروحي لعنده؟ بشو محتاجتي أنت؟ بدي أعرف شو رح يصير معي بالمستقبل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك بنتي حرام حرام، ما بيجوز هذا الحكي، ما حدا بيعرف بالغيب غير رب العالمين. إي والله والله ما يدري أبوك، لا يصف لك عمرك. ام عيدك يا مو ما رح يدري ابي، انت اعطيني المصاري وخليني اروح سقط لقطه وارجع قبل ما يجي ابي. امي مشان الله تقبلي، مشان الله. طيب ماشي لشوف شو اخرتها معك. الله يخليك وياكي. شهم وكريم وشريكي بالذهب، عنده ياكي بنسوان الدنيا كلها، رح تكوني اغلى من امه.
الشيخ بتنصحني اتجوزه؟ اكيد اكيد، واذا ما عملتي هذا الشيء رح تعضي اصابعك ندامي. طيب شيخي ليش هيك انا قلبي عم ينقذني منه؟ قلبك ما عم ينقذك منه، انت خايفه يا بنتي لانك وحيده وغريبه عن اهلك والغربه كربه، بس اذا تجوزتيه رح تعيشي بامان وبثبات ولبات وتخلفي صبيان وبنات. ربي يسمع منك يا شيخي. الله! تفضلي يا شيخي. الله! عم نزلك شيخي. الله! يا صباح الخير. يسعد لي هالصباح إلهي. يسعد لي الصباح تبعك أنا يا أبي يا الله. وهي أطيب فنجان قهوة لأحلى أحمد بالدنيا كلها. بدك يخليك يا رب. ابن عمي؟ مري. اليوم جاي تزور عندي رفيقتي درية. إيه؟ مريني شو المطلوب؟ لا يأمر عليك ظالم، يعني بدي آخذ راحتي معها، أقعد أنا وياها على البحر، نشرب القهوة، نسرسر، ناكل الفواكه والحلو. دراسي، هلا بس وصل على المحل، شو بدك أغراض ببعتهم مع الصبي، لك أنت بتقبري أمر بس. ذكريتك تسلم لقلبي، إن شاء الله هيك يا رب، الله يخلي لي إياك، بس يعني أنا مو هيك قصدت. شو قصدي؟ قصدي ابن عمي، يعني إذا حماتي وفريدة بيروحوا بيزوروا عند عمتك سلمى، منه هنن بغيروا جو، ومنه أنا باخد راحتي أنا ودرية. اسمعي لي، رح حكيكي كلمتين. إذا بجيبي سيرة أختي وأمي على لسانك، لسانك لقصه، الصدر إلهم والعتبة إلنا. هاي السيرة ما بدي اسمعها. سمعتي؟ سمعتي لما ما سمعتي؟ سمعت سمعت ابن عمي. بالظاهر انت ما عم تفهمي بالحسنة، انت بدك عصاية على سنابك. يا ابن عمي وحياة الله، هي اللي بلشت بالأول. لو هي بلشت مو بتعايريها بعنوستها؟ بتحترميها؟ شو يعني بتحترميها؟ يعني بتسمعي كلامها؟ ايه حاضر حاضر، بس وحياة الله أنا ما عملت لها شيء، هي اللي بلشت فيني. اسمعي بلي، بدي أحكيكي كلمتين. أمي وأختي خط احمر، هن بهن اول شيء وكل العالم ثاني شيء. حاضر حاضر. طالع انا، بس اذا برجع بلاقيكي بالبيت اجريك بدي كسرون. بوس ايدك يا ابن عمي، تسامحني بوس ايدك. ولك الله لا يوفقك يا ابو العريف، الله لا يوفقك، خربت لي بيتي. يامو انت قسيت عليها كثير، انا واختك مسامحينا. بس انا مالي مسامحه يامو، انا بدي اعلمها درس للايام الجاي، انه امي واختي بكفي وكل العالم الثاني بكفي ثاني. انا بعلمها الدرس. شو بدك تعلميها يا لك؟ وينك ساعه لا تفتحي، جايتك موضوع كثير ضروري. اي انا اصلا ما كان بدي افتح لك الباب، اخذ على خاطري منك خيرات الله. ليش بقى؟ انت السبب، اخذتيني لعند ابو العريف تبعك، وشو بيقول لي الثاني؟ قال شو؟ احمد جوزك رح يشنشلني بالذهب ورح يفضل علي امه واخته. ليكو رماني ببيت اهلي وفضل الاثنين علي. وضروري انت تكبري معلقك وتعلقي فيهم. انا كان بدي اثبت لهم انه بفضلني عليهم. وشو؟ قال يا بعدي انا مطمنه انه ابو العريف هيك قال لي. الله لا يوفقك فوق تعبك يا حبي. ليكو رح يتجوز. مين ابو العريف؟ ولك جوزك المعلم احمد رح يكتب كتابه على رفيقتك قمر. قولي على عمتي زهرة، خالتي زهرة.
لك ان شاء الله الف مبروك تقبريني. انت حبلي. حبلي؟ ايه حبلي، هيك قالت لي مقدري، وصلت لك اكثر من شهر. لك الف مبروك. ليكي انا حكيت مع احمد مشان ترجعي معه على البيت. امي امي بوس ايدك، لا تجبريني ارجع لعنده. يو ما بصير تحكي هالحكي، لك بنتي ما بيجوز، هذا جوزك. كان يتذكر انه جوزي قبل ما يروح يكتب كتابه على قمر، على قمر رفيقتي. يا تقبريني يا روحي انت. احمد واهله لما عرفوا انه انت حبلي اطار عقلهم وصار بدهم اياكي ترجعي على بيتك معززه مكرمه، وقصه قمر فكسوها كلياتها ولغوا المشروع من اساسه. بقى تقبريني الله يرضى عليك، ارجعي على بيتك، والله البنت ما لها غير بيت جوزها. روحي روحي، الله لا يسامحك يا دريه، كيف اخذتني لعند هذا الدجال ابو العريف؟ قال شو قال لي؟ قال لي رح يحط كل الناس بكفه وانا بكفه. لك يا عيب الشوم عليكي انت بس. لك انا كل ما بتذكر انك لحقتي الدجالين بحس كانك مو بنتي ولا كاني مربيتك انا. لك بنتي كذب المنجمون ولو صدقوا، ولو صدقوا. شو؟ شو قلت؟ سمعني لشوف، بدك تتجوز على مرتك؟ يا حرام يا كنتي، جوزك يلي هو ابني رح يكافئ صبرك وتعبك انه رح يطرق جوازة تانية عليك. يا حرام يا كنتي يا حرام. يا مو مشان الله تفهميني، ام حسن رح تضل على العين والراس وإلى صدر البيت، بس أنا كمان يعني والله اللي حق هيك جدة شبابي، يعني شو فيها إذا أخذ صبية بنت العشرين؟ يا عيب الشوم عليك، أنا ما بعرفك إنه عينك فارغة، لك هي صبية طمعانة فيك ونصابة كمان، ولك حاجة تصغر عقلك. يا مو هلا يعني ما في حدا بالدنيا عنده محل قماج غيري؟ بس هي نوال طمعانة فيك. لا يا مو لا، نوال بتحبني وبتحبني كثير. كنتي يا حصرتي عليك. سمعتي شو عم قل لك؟ بتقلي له بهذا الاسبوع كتب الكتاب. حاضر يا محاضر. وهلا بتجيبي من عنده قماشة العرس وبتنقي لي وحدة لإلي من اتقل الانواع، لانه حابه اشوف حالي فيها قدام نسوان اهل الحاره يوم كتب كتابي. لا تاكليهم يا مو، مع انه بتعرفي المحل كله على حسابي. عم يلبق لك تقبريني، وما احلى ما يكون على حسابك، اصلا احنا ليش فايتين على هالفوته؟ فوتي قدامي. أهلين وسهلين. ست الصبايا والله. كيفك أبو حسام؟ الحمد لله. قصدي هلا صرت منيح بعد شوفك. طمني عنك أبو حسام. مشتاق لك. كان طالما مشتاق لي شد حيلك، خلينا نكتب الكتاب هالأسبوع أو الأسبوع الجاي. إيه لا لا، هات الأسبوع بعدين أنتوا فصلوا خلاص وأنا بالبيت. إيه معناتها نحن رح نفصل قمايش العرس من عندك انا ونوال، مو هيك حبيبتي؟ ايه طبعا. كل محل وصاحب المحل عسام. ايه شلوني؟ عزبي حالك يا مرت عمي، هاتي عندك سخنت لك المي، تعالي لحتى ساعدك بالحمام. يلا الله يرضى عليك وعلى عوائك يا بنتي. هلا هيك مرت عمي، كل ما بدي اعمل شغل بدك تقعدي تدعي لي. ليش انت عم تزعلي من دعوي؟ لا والله بالعكس، بس يعني ما بحب احس انه انا عم بعمل شيء كبير. اي والله والله، اذا بدور الشام كنت ما رح لاقي كنا مثل حكايتي. اي والله والله، انا بعتبرك مثل امي واعز. انا مثل امي. الله يخلي لك ولادك وبيتك وامك كمان، ويخلي لي اياكي وما يحرمني منك. تعالي يلا تعالي لحتى ساعدك بالحمام. على معي.
شفتي لي بالله العريس طاير عقله فيكي؟ او ليش لحتى ما يكون طاير عقله فيني يا مو؟ صبية حلوة وصغيرة وأمورة ودلوعة، مو مثل اختيار مصوفي. اي بس متسامها لك، اما هو الدسم يلي مخرسني. اي والله والله بكره ليغرقك بالمال والهدايا. اي الله كان يمشو المانع نتدلل يا مو. بيلبق لك توبريلي وما بيلبق لغيرك. اي والله والله لحتى غرقكم بالهدايا ولحتى خليكي تتشنشلي بالذهب شنشلي. ايوه بس وينه؟ بتدللي دلال عجبه، وكل ما دللتي بتكسبي منه اكثر، عم فهمك ها؟ اوعك تنسي. حاضر يا مو. اي تقبريني من هلا بلشت. نزلي على راسك. القصه بتتعلق بابو حسن ما هيك؟ شو عرفك؟ ولا ويا مرت عمي؟ هذا جوزي. شو فكرك؟ انا مالي حاسه انه متغير علي كثير وصايره معاملته قاسيه. يعني انت عرفانه بده يتجوز؟ بده يتجوز علي وحده صغيره، بعرف. انت سمعتينا لما كنا عم نحكي سوا؟ لا والله يا مرت عمي ما سمعت شيء. بس ام مصطفى مرته للحام خبرتني انه نوال وامها عم يلفوا كثير على المحل تبع ابو حسن. حذرتني من الموضوع. بس انا قررت انه ما اهتم واعمل حالي كانه ما في شيء. يعني مفارقه معي اذا جوزك تجوز عليك؟ ليش لو مفارقه معي لك مرت عمي؟ اكيد فارقه معي. شو بدي اعمل؟ شو طالع بايدي؟ بس بقول لحالي انه بكره الايام رح تثبت له مين انا ومين نوال وامه. اي وحياه عينك، بدي ضل ورا وما خليه يتجوز على هالمجنونه. لا مرت عمي لا. لا تعذبي حالك وتتعبي قلبك. ما بتعرفيهم الرجال بس يحطوا براسهم شغله. ما رح يمشي الحال. بعيدة مصطفى، بدي اياك تتوصلي بالطلبيه. لا يا ابو حسن، شو من امتى؟ لك والله بعرف ما بتقصر بس هالمره غير. ايوه، اي شو المناسبه؟ اي اللحمه للعروس وامها جايين يفطروا عندي اليوم. ايوه، اي بس يعني عدم المؤاخذه انا بعرف انه اول يوم رمضان بيت اللحمة هن اللي بيعزموا يعني العريس. ايه مزبوط، بس سيدي كله واحد. قولتك كله واحد، دخلك ام حسن شو رايها بالموضوع؟ يعني انت بعمرك شفت برا رضيعني عن بالرضا، بس اخي ام حسن واعي ما بتحكي. والله يا حسرتي عليها، شكلها رح تموت وتطيق. حاسس فيها بس شو بدي اعمل؟ اخي خلص تجوزت وبشي الحال. سيدي الله يهنيك، بكل الاحوال قبل نص ساعه من الافطار بتلاقيني باعت لك اللحمه اللي عندك. تفضلت، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بيت احمد. ضلي حاطه الحزم بالجرن؟ اللي قاهرني يا مرت عمي انه هذا اول يوم برمضان وابو حسن مو معنا. عازم المغضوبه حماته، الله يغضب عليها وعلى بنتها خرابين بيوتها العامره. مقهوره كثير يا مرت عمي، مكسور خاطري. ابو حسن باول يوم رمضان بيقلي ساوي لنا شاكري، بساوي له اياها بعيوني، هي اول مره بساويه وما بيكون معنا. ايه خلصنا بقى، هاي انا معك. هلا بيقضينا المغرب وبناكل سوا. امشي تقبريني امشي. الله يرضى عليك يا حب. ان شاء الله بتقبل قلبي. ابن عمي بدي منك طلب صغير. قليلي. بدي مصاري. اللي عطيتك اياهم امبارح خلصوا؟ تقبل قلبي عطيتهم لاخي حرام عم يجهز. وانا شو دخلني باخوكي؟ هلا شو بنا ابو حسن ما تعمل لي من الحبه قبه، هو مبلغ صغير يلي بدنا نطلبه منه. طيب ليك بالخزانه اللي بنط النوم في مصاري كثير. ايه تقبلني، وبدي منك كمان طلب ثاني. خير. ابن عمي اليوم كمان عازمه اهلي واخي وخطيبته لعنا على الفطور. كمان اليوم؟
أي وشو فيها تقبر قلبي؟ لا ما فيها شيء، بس والله يعني كنت مشتهي بس دوق طبخ أمك. يلا إن شاء الله غير مجرى. طيب قليلي، شو بدك؟ بعت لك أغراض لتجهزي الفطور. ياه تقبر قلبي، أنا لساتني عروس جديدة، ما إلي غير شهرين من جوزي، بدك يعني أنا يلي أطبخ؟ شو بدك لك أنا؟ يعني مثل كل عزيمة تقبرني وتوصي على لحمة بعجين ولحمة مشوية، وبالنسبة للسلطة والشوربة لا تاكل همون، أمي بتعمله. إيه لا الحمد لله ما راح أكل همون. لك الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك. لا لا لا، هي الشغله زادت عن حدها. العمى شو هاد اخي؟ مرتك تانية هي واهلها فجعانين، لكن معقول يا ابن الحلال بهالشهر الكريم 10 مرات تعزمهم لك وعلى لحمه وهن عدم المؤاخذه ما عزموك ولا مره وحده؟ هذا الحكي ما بينسكت عنه بنوب بنوب بنوب. اخي نحن من امتى عن المره بتلف رجل على رجل وبتخلي جوزها يجيب لها الاكل؟ لك لك يا ريت لا الا ولاهلها، لك ان شاء الله بياكلوا سم. روق ابو مصطفى روق، انت زلمه صايم ما بدي اياك تنزع صيامك بهيك ناس. شو ابو حسن؟ انا عم بحكي هالكلام من قهري عليك، انت مالك رفيقي بس، انت اخي واعز، انت لازم تتصرف. طب قل لي شو اعمل؟ اخي جرب مرتك الجديده بشغله وجرب مرتك القديمه بنفس الشغله. والله انا اللي جنيت على حالي يا ابو مصطفى. بلفوني ولاد الحرام، لا وما في غير. بدنا مصاري اخي بده يخطو، بدنا مصاري بده ينقبر على قام بده يتجوز. يا ابو حسن شرينا ذهب. اخ والله ابو حسن ما كان في منه. اخي جرب اللي عم اقول لك عليه، ما لك خسران شيء. هو هيك. بس اليوم ان شاء الله مر لي هالطلبيه وبعدها لكل حادث حديث. يلا السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله. نسوان آخر زمان. لا لا الله أكبر الله أكبر. ابن عمي كان بدي أقول لك إنه نحن مو لازم نساعد شوي أخي. شو مثلاً؟ بتجوز عنه؟ يحرق حريشك تقبر قلبي. لا تقبرني، مو هيك بتكون المساعدة. المساعدة بتكون بالمصاري ومشتري الأغراض الثقيلة. يعني مثلا خلينا نفصل له غرفة نوم وغرفة ضيوف كمان، شو رأيك؟ بنتي شايفتيني عم لم المصاري من الأرض؟ بعدين رح أقول لك شغلي، أنا فلست. ايه؟ لك ليش شايفتيني معروف؟ كيف يعني فلست؟ ما فهمت لهي. حبل القماش اللي كنت موصي عليه انسرق على الطريق. ايوه. ايه وشو بدك تعمل هلا؟ هلا ما في قدامي غير اخذ دهباتك وبيعهم لفك سنتي. ايه لا حبيبي ما حزنت، روح اتدين مصاري او بيع ذهباتها لضرتي. يعني ما بدك تعطيني الذهبات لارجع اوقف على رجلي؟ لا والله اسفه، ما بيناسبني اعيش مع واحد مفلس. ليكو بدك تطلقي؟ ايه بدي اتطلق. شو قالت؟ معناها بتضبي اغراضك وتنقلي لعند اهلي. ايه بكون احسن، لتكون مفكرني كثير فرحانه بطلتك البهيه يا بعدي، لك اضرب انا على هالحظ وفوق المنا مفلس، لك رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. ولي على قامتي على هالحظ المسخة. ما بيغلو عليك يا أبو حسن، خدهم وفك دقيقتك فيهم. والله ما بستاهل منك هالمعاملة بعد ما تنادلت وتجوزت عليكي. حاشاك يا نور عيوني، انت ما في منك وفضلك على راسي لحتى موت. طول عمرك بتعاملني احسن معاملة. شايف يا مو، هي الآدمية الأصيلة مو مثل هديك العقربة يلي جوزتك مشان مصاريك. ام حسن طول عمرها أصيلة. رجعي صيغتك لأرنتها لأني كنت عم جربي. ايه وجربت ضرتك اللي ما عاد ضرتك لاني طلقتها. تعرفي ام حسن
جوزك بضاعته ما انسرقت ولا هم يحزنون. الحمد لله، ألف الحمد لله تقبرتي. سامحيني يا أحسن، كرمال هالشهر الفضيل سامحيني، أنا غلطت بحقي كتير. سامحتك يا روحي، سامحتك دنيا وآخر. شو عاملين نفطور اليوم؟ الشاكرية اللي أنت بتحبها. وشو هالمقترح دخلك؟ اوعك تقول لي راح ترهن البيت كرمال تسد ديونك. لا معلم، ما بدي ارهن البيت، بس يعني في شغلة تانية. قول، عم بسمع. يعني من بعد أمرك وأمر أختي امتياز، بدي أطلب منك إنه بنتي سلمى تشتغل عندكم بالبيت، ومن شغلها أنا بسد ديوني. لا لا، شو هالحكي؟ أنا ما بقبل. بكرة بيقولوا إني استغليتك واستغليت المحروسة بنتك مشان قرشين. علم أبو قياس، أنا ما عندي غير هاي الطريقة لحتى سد ديوني. إذا هيك خلاص مثل ما بدك تأمر، بس ما يزعجك هذا الشيء ويزعج المحروسة بنتك. بالعكس، نحن قلنا الشرف. اي خلاص، معناتها خليها تيجي تستلم شغلها، وكل شيء بتطالعه بنعتبره سداد دين. ربي يوفقك ويفتح بوشك، والله فضلت على راسي والله. ان شاء الله خير، ان شاء الله. بدك تشغل بنتك ببيوت العالم؟ لك غصب عني، غصب عني. انت بتعرفي ربي له غطاء؟ مهما كان ترمي بنتك هالرمية؟ لك ايه، شو بدي زتها بالشارع؟ انا باعتها لعند ناس اكابر، والرجال مشهود باخلاقه. حتى لو كان مين ما كان وكان احسن الناس، ما بصير ترميها، ما بصير تقبل انت. انا ما بقدر اتخيل بنتي عم تخدم عند الاكابر. لك اسكتي، من شان الله اسكتي، اللي فيني بيكفيني. ها يا عمو، يا بي معه حق، الفقر والتعتير هو اللي جبرنا نعمل هيك. انك انت اسكتي، ما خصك. طيب خلص اهدي، والله والله ما بخلي حدا يمس شعره مني. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك ويوفقك. يلا يلا خالتي ام قياس. اهلين ابن عمي. أهلين. شو جابك بكير؟ لا ولا شيء، كنت بالمحل، قام اجى مرق تنبر خضره، في خضريات زراف، اشتهيت لك اياهم. فوتي سلمى، فوتي لجوا بسرعه. يلا. لحظه بنتي لحظه، خديهم هدول دخليهم على المطبخ. بدك شيء؟ لا ما بدي غير سلامتك. يلا راجع على المحل. أنا الله معك. يا سلمى، يا سلمى. العمى شي حلو والله. لك شو هالسلمى هاي؟ لك شو هالوش اللي مثل البدر؟ والله وناقشت معك يا رجال، اجيت برجليها لعندك. ايه انا بستاهل، كيف لك؟ وليه سلمى؟ من حقها عم تشتغلي ببيت ابو غياس؟ والله ما لي عرفانه شو بدي اقول لك يا دعاء. ايه بس مضطره، كرمال ابي يوفي ديناته. كل يوم عم تروحي لعنده؟ يوم اي يوم لا، وعم يخصموا إيجار شغلي من دينات أبي. ليكي سلمى، اللي عم تعمليه كرمال أبوكي أجره وثوابه كبير عند رب العالمين، بس بدك تنتبهي من أبو غياس. ليش عم تحكي عنه هيك؟ الزلمة مشهد له بأخلاقه وسمعته الطيبة.
تسلم لي هالخسر انا. بتعرفي لك سلمى؟ بتعرفي انك حلوه وجميله وعين الله عليكي؟ استغفر الله يا سلمى. هي خالتي ام غياس. ان شاء الله نعمة. الله ينعم عليكي، الله يرضى عليكي. روحي امي. اي تفضلي من عيونك. تسلمي يا رب. وعملي لي فنجان قهوه بطريقك. عمليهم اثنين يا سلمى. ان شاء الله نعيمه بنت عمي. الله ينعم عليك. توصيني شي اليوم على الغداء؟ والله ما بدي غير سلامتك ابن عمي. سامحني يا ربي، والله الشي ما إلي إيد فيه. سامحني وسامح أبي يلي رماني هالرملة. لك يلعن أبو الفقر شو بيزل وبيبهدل. يا رب يا رب تفرج علينا. شبك يا أمي؟ شبك مالك على بعضك؟ لا لا يا ماما ما فيني شيء، بس هيك كنت مخنوقة شوي قلت بطلع بشم هوا. أمي صارحيني، شبكي شو صاير معك؟ يا قلبي أنا وحياتك ما فيني شيء، بس هيك كنت مخنوقة شوي قلت بشم هوا. سلامتك إن شاء الله. حروح أنا ارتاح شوي بغرفتي. اهلا وسهلا. ليه؟ كنت جاي لعندك استاذنك، بدي روح لبيت اهلي ويمكن نام عنده. ايه لا اعوذ بالله، روح على بيت عمي، ما بدي اذني بنوب. بتروحي ايمتى ما بدك وترجعي ايمتى ما بدك. كتر خيرك ابن عمي. سلمينا عليهم كثير السلام، وقولي لهم اللي فيه نصيب بيوصلهم لعنده. كتر خيرك، يسلموا ايديك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. بدك شي معلم؟ اه ايه تعال لنا. تحمل حمالك وبتوع على بيت سلمى، بتقلا انه ام غياس عاوزتها ضروري وبتجيبها على البيت. صار معلم. غياس موجودة؟ لك فوتي بقى. لك غياس. يا غياس ولا غياس. لك لا تخافي، لك طولي بالك. شو بخاف عليك؟ وحياة عينك لأعطيكي كل شيء. لك روقي، لك روقي شوي. لك لك روقي. شو بدي اسوي؟ تعال لك على راسي غياس. لك شوي. لك عم قلك بعد عن لحقي. خير عمي ابو غياس؟ شو في؟ اه هي سلمى بنت ابو سلمى يلي عامله حالها شريفه هي وابوها. يا اهل الحاره، هي وحده طلعت حراميه ونصابه. لك بعيني شفتها عم تسرق المسار. لك يا عيب الشوم عليكي، بس انا بورجيكي والله لا خلي اليوز باشي مسعودي قدمك. والله كذاب، والله العظيم كذاب. لك يا عيب الشوم عليكم، بس هادي اللي بيأمنكم على بيته بتقوموا بتسرقوه؟ بنتي ما بتسرق. حاجة خناقة انت وياه. ايه يا سلمى، حكينا القصة من اولها. ايه بدي احكي. هذا الرجال حاول انه يغتصبني، ولما قاومته وما رضيت طلعت من البيت هريبة.
طلعت ركض والتموا الجيران، ولما التموا الجيران قالوا انه انا اللي كنت عم بسرق عنده وهو كذاب. لك انا ماني كذاب، احترمي حالك وليه؟ اسمع ابو سلمى، هاي بنتك اكبر كذابه. لك انا اخلاقي تشهد لي وتشهد كل الحرام. بنتي انا مربيها وانا بعرف شلون مربيها. اسكت انت وياه. رح تعترفي بالسرقه ولا رح اشوفي شيئتي وابوكي ما بيرضيكم ابدا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي الصبيه اللي معي اسمها دعاء، حابه تحكي كلمتين خفاف نضاف بخصوص قصه سلمى. اهلا وسهلا، تفضلي سمعينا شو عندك. سلمى بريئه من السرقه. يا جماعه هذا ابو غياس واحد كذاب وقليل الاصل وعديم الشرف. وين في واحد فقير بيروح بدينه مصاري كرمال يستغله ويضغط عليه مشان يخلي بنته تشتغل عنده، والهدف انه ينال مراده منه. كذابه سيدي لا صدق. لا ماني كذابه. شو نسيت فعلتك بهدى؟ نسيت كيف اغتصبتها اجباري عنها؟ نسيت ولما طلعت حامل خافت انه اهلها يذبحوها قامت راحت سممت حالها وقتلت حالها. سيدي مو صحيح الحكي بنوب، عم تتبلاني هاي الحرمه. لا ماني عم بتبلاك، حتى انا ما سلمت منك. الله لا يوفقك، منك لالله. الله يفضحك، الله ينتقم منك. بخطيتي انا وسلمى وهدى. شو قصدك؟ قصدي لما اشتغلت عنده شهرين هلا قليل الشرف تحرش فيني. سيدي كذابه هي لا تصدقوها، هي المره عم تتبلاني الي. سيدي انا اخلاقي معروفه بكل الحاره، روحوا اسالوا عني. خلاص ولا فيه عليك، فيه عليك يا قليل الشرف يا قليل الناموس. ولكن انت عم تعتدي على النسوان مشان توسخ شرفهم. لك يا واطي، لك حسابك ليوم الدين. فيه اكرم مور سيدي. شحط لي يا لهالكلب، بدي صريخه يوصل للسما. امرك امشي. روح امشي. شكرا والحمد لك يا رب العالمين. شكرا لك. مبروك البراءة يا سلمى، الله يوفقك بحياتك يا بنتي. بس ديروا بالكم من هدول الناس يلي بوشين ولسانين، ما في أكتر منهم بالحياة. بري عليك يا سلمى، ما قصرتي يا بنتي، وهذا الشيء اللي عملتيه لازم يكون درس لإله ولكل واحد ندل وواطي بهالبلد. الحمد لله على سلامتك يا سلمى. الله يسلمك. مبروك البراءة. الله يبارك بعمرك يا سيدي. الله يبارك بعمرك يا سيدي.